ايه هي انواع التامين؟ انواع التامين مختلفه، ازاي تقدر كفرد او كمؤسسه او كدوله تستفيد منها لو اي مخاطر حصلت؟ كل ده هنعرفه النهارده ببساطه معاكم انا محمد النجار. صناعه التامين مهمه جدا للافراد والمؤسسات وللدول. حسب اخر احصائيه من مركز معلومات التامين، ان التامين بيمثل 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي ده سنه 22، وده معناه انه بيمثل حجر مهم جدا في الاقتصاد العالمي، وانه مستعد ان ينمو خلال الفترات الجايه اكتر من النسبه ديت. ايه اشهر انواع التامين؟ عندنا انواع كتير من التامين، بس اشهرهم نوعين: التامين على الحياه والتامين على الممتلكات. ايه اهميه الانواع المختلفه دي من التامين؟ وهستفيد منها ازاي كمواطن او كشركه او كمؤسسه؟ التأمين أداة مهمة جدا لحمايتك من التقلبات والتغيرات والمخاطر اللي ممكن تصيبك كإنسان أو كشركة أو حتى صناعة اللي أنت بتشتغل فيها. عشان كده ظهر أنواع كتير من التأمين، واللي كان أشهرهم زي ما قلنا التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات. التأمين على الحياة مهم جدا وأداة مهمة لحماية العيلة من المخاطر المالية لو حصل لا قدر الله حالة عجز أو وفاة، وده بيعمل على توفير تعويض مالي للأسرة وبيساعدها على الوقوف أمام المتغيرات اللي بتحصل قدامها وسد غياب عائلها لا قدر الله. أما التأمين على الأصول المملوكة اللي هو التأمين على الممتلكات، وده بيهدف لحماية الأفراد والمؤسسات والشركات والدول كمان من أي خسائر مالية ممكن تحصل لها في المستقبل نتيجة مجموعة متنوعة وكبيرة جدا من المخاطر، زي الأضرار المادية للممتلكات، زي المسؤولية المدنية، زي إصابات الشخصية في حالة العمل، زي توقف العمليات مثلا زي ما حصل ايام الكورونا لما توقفت العمليات التجاريه. ده كله ممكن يحصل بسبب الاحداث اللي ممكن تاثر على اداء عمل الشركات من جهه، او على اصول الافراد زي الحرائق والسرقه والسطو من جهه اخرى. عشان كده بتتبلور اهميه التامين على الحياه في مواجهه اي تحديات ومخاطر بتواجهنا في حياتنا. عشان كده التامين على الحياه بيلعب دور مهم جدا وحيوي في توفير الامان للعيله اللي احنا كلنا محتاجينها. التأمين على الممتلكات له أهمية كبيرة في الحفاظ على الأصول من جهة، وعلى ثقة المواطنين وقدرتهم على الحفاظ على استثماراتهم المالية من جهة أخرى. زي إيه؟ زي حماية الممتلكات من الخسائر المالية، زي ضمان استمرار الأعمال، زي الاطمئنان وراحة البال، زي الحماية الشاملة للأصول الاستثمارية. للتأمين فوائد كتيرة على صعيدين، صعيدي كفرد أو صعيد الاقتصاد. على صعيد الاقتصاد مثلا، إيه أهميته؟ أول حاجة بيحفز الاستثمارات طولة الأجل، بيعمل على تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد، بيساهم في تحقيق أهداف التنمية، القدرة على خلق فرص عمل أفضل في ظل الاستقرار الاقتصادي، القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الأكثر أمانا. على صعيد الفرد، شعور بالأمان المالي وعدم التأثر بأي تقلبات عنيفة ممكن تحصل في المستقبل، توفير الراحة النفسية المؤمن عليه والقدرة على التخطيط للمستقبل. أنواع التأمين على الحياة بتختلف حسب طالب التأمين ومن شخص لشخص وحسب هو بيستهدف ليه. التأمين على الحياة الدائم في حالة الوفاة لا قدر الله، التأمين على الحياة المؤقت يعني لو في شغلانة بتشتغلها وخايف من أي مخاطر تحصل فيها فأنت ممكن تقدر تأمن على الفترة ديت، التأمين على الحياة الادخاري إن أنا عايز لما أطلع معاش أو عايز آخر الفترة يبقى معايا مرتب أو معايا فلوس، التأمين الحياة التشاركي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتأمين الإلزامي اللي بناخد منه جزء صغير من مرتباتنا عشان ناخد معاش لما نطلع على المعاش بعد سن 60. وأنواع التأمين على الممتلكات زي عديدة، زي التأمين على الأصول، زي التأمين على السيارات، زي التأمين على المنازل، زي التأمين على السفن، التأمين على الأشخاص، زي التأمين ضد الإصابة، زي التأمين الصحي، وتأمين ضد المسؤولية المدنية، زي التأمين ضد السرقات وأي أحداث ممكن تحصل وانت بتشتغل. وفي أنواع كتير جدا من التأمين، وهي دي حكاية أنواع التأمين ببساطة.